زوجتي لا تصلي وكثيرة الشجار معي وأنا صابر عليها لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فبماذا تنصحني ولي منها أبناء؟ إذا كانت لا تصلي فلا تصلح زوجة لك ولا يجوز الإقامة معها حتى تتوب إلى الله تحافظ على الصلاة، وإلا فهي كافرة وأنت مسلم. والله جل وعلا يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الذي تترك الصلاة متعمدة كافرة، فإن تابت ورجعت فالحمد لله وهي زوجتك، وإن لم تتب وأصرت فيجب عليك مفارقتها وإبعادها عنك ولو كان لها أولاد، أولادها يكونون عندك، أولادك تحفظهم وتربيهم تتزوج مسلمة. نعم.